والآن مع الطالب هشام محمد والطالبة شايمة مجدي لتقديم فقرات الحفل. فليتفضل. السيدات والسادة الحضور، يشرفنا نرحب بكم في حفل تخرج طلاب مدرسة محمد زهران لعام 2014. Ladies and gentlemen, we would like to welcome all of you in our graduation. Thank you for the privilege of being your graduation speaker. First off, I would like to say congratulations to the class 2014. All of your hard work paid off, and you'll forever remember this day and your time in our beloved school. Today, we close a long chapter in our life book and begin a new one, filled with hope and promises of a bright future, a future of success and well-being. As the graduating class of 2014, we would like to express our gratitude for the opportunity that we were exposed to. Our thanks must go to the teachers of our school. We are privileged to have attended this school, which offers a world-class education of that we have no doubt, as we make a transition into life beyond school. I'm sure that the fine education that we received will stand us in a good stead time and again. Our thanks must extend to our teachers and guardians. You have remained committed to our education, but more importantly, you have remained committed to us. You have stood by our side even when things have seemed a bit rocky. Please keep quiet. Today, we stand on the brink of a new chapter in our lives. Take a moment to reflect on everything that we have achieved. Take a moment to look back, to see and appreciate how just we have far come to. Today is our opportunity to acknowledge our accomplishments. Today, you need to acknowledge where you are. You may find that your high school were years well spent. You may find that you regret some of the opportunities that you allowed to slip by. Acknowledge them, accept them, and prepare to move on to tomorrow. You need to dare to dream to be all that you can be tomorrow. Dare to chase to your chosen career. Dare to excel. Dare to go to the extra mile. Dare to show compassion. Dare to make your mark in this world. Dare to have empathy. Dare to be the best you can be, and then do it. My best and fondest best wishes go with all of you. Thank you. بتدق ساعات النهاية بكل سعادة وشوق للساعات اللي قضيناها في مدرستنا في المكان ده، أمل لمستقبل وحنين للماضي اللي عمرنا ما هنسناه. بتدق ساعة النهاية وتعلى نبضات قلوبنا معاها. في المدرسة اتعرفنا على أقرب الصحاب لينا وقضينا معاهم أجمل لحظات حياتنا. في مدرستنا اتعلمنا المبادئ وتعلمنا الأمانة من العاملين فيها وتعلمنا الحرص على إتقان العمل من معلمينا. اتعلمنا لحد ما بقينا اللي احنا عليه دلوقتي، شباب جاهز انه يواجه المستقبل في مرحله جديده من حياتنا وهي المرحله الجامعيه. فعلا احنا سيبنا المدرسه لكن كل مكان فيه بيجمعنا بيه ذكريات عمرنا ما هننساها. وهيفضل صحابنا من المدرسه هم اقرب ناس لينا مهما مرت علينا السنين ومهما قابلنا من ناس. اي نعم ممكن نقعد فتره طويله ما نشوفش بعض، لكن في الاخر في قهوه بتلمنا يعني مثلا ايه، هتلاقي الناس بتوع الدفعات القديمه قاعدين على نفس القهوه اللي كانوا بيقعدوا عليها من ايام المدرسه. تمام، طبعا الكلام ده للولاد. وطبعا مش هننسى المجهود الكبير اللي بذلوه اهلنا معانا وكل دقيقه ضحوا بيها من وقتهم عشاننا، عشان نتعلم تحسين احسن ونكون دايما الافضل، ومهما قلنا من كلام مش هنقدر نوفي حقكم. يا ريت نحيي يا جماعه اهلنا اللي موجودين معانا النهارده.
عايزين نقول لمدرستنا ان احنا هنشرفك في كل مكان وهنحاول نرد جزء من اللي انت قدمتيه لينا. لما الناس تشاور وتقول ده خريج مدرسة زهران، لازم نشكر كل الناس اللي ليهم فضل ان اليوم ده يبقى بالشكل ده. ومن الناس دي ميس نادي الترومباجي. بنقدم خالص الشكر والعرفان للأستاذة الفاضلة ناهد الترومباجي مدير عام مدارس محمد زهران، اللي عمرها ما ترددت ثانية انها تقدم افضل حاجة عندها عشان النوم النهاردة يظهر زي ما هو. حيوا معنا الأستاذة ناهد الترومباجي. معنا بنطلب من سيادتها الحضور لإلقاء كلمتها. اتفضلي يا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حفلنا الكريم بالترحيب بالسادة الحضور الذين شرفونا، ونحن نحتفي بنخبة وصفوة المصريات والمصريين الذين أنجبتهم لنا مصرنا الحبيبة الغالية الولادة دائما بالخير، حفظها الله ورعاها بأولادها النابغين. أبنائي وبناتي، لكم أن تتذوقوا ثمرة نجاحكم، فما أجملها من ثمار سقيت بماء عذب زلال بعرق جبينكم المتساقط ليل نهار، فأنتم من رسمتم درب أحلامكم بأقلامكم. فالنجاح لا يبنى على الحظ والصدفة، ولكن بالعمل والمثابرة. وما كان لي أن أفوت هذه الفرصة لأحتفي بكم وأن ألقي نظرة على مستقبل وطن يستعد لتولي جيل جديد دفة القيادة، وكلنا ثقة في قدرات هذه الكوكبة أنهم سيكونون إن شاء الله على قدر كبير من المسؤولية والوصول إلى الرقي والتقدم بمصرنا الغالية. أبنائي وأحبائي، الحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بهذا النجاح الباهر الذي حققتموه، نصر وفوز تناغم مع عطاء الأساتذة، فأعليتم اسم مدرسة محمد زهران عاليا. مبارك عليكم وعلينا هذا النصر والنجاح الباهر. أقدم لكم سطورا قليلة مضيئة بالفرح والزهر والتقدير، احتفاء بنجاحكم الذي أتمنى أن يسمع به العالم كله. فالأعمال العظيمة إنما هي تبدأ بخطوة، ولعل خطوتكم هذه تكون خطوة خير وبداية موفقة لنبع نجاح يتدفق بالخير ويثري حياتكم العملية والعلمية. وأخيراً أشكر بكل فخر واعتزاز كل من ساهم بروحه وحبه وجهده في إعلاء اسم مدرسة محمد زهران سامياً زاهياً. أبنائي وبناتي، تسابقوا دائماً لرفعة مصركم الغالية، تسابقوا دائماً لرفعة مصركم الغالية. وفقكم الله لصالح الأعمال والخيرات. قبل ما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من يومين أحلت إلى المعاش، والنهارده يوم من اسعد ايام حياتي، وانا بشوف ولادي وحبايبي وبناتي بيتخرجوا وبيوصلوا للكليات اللي هم كان نفسهم فيها. السلام عليكم ورحمه الله.
نحب نشكر ميس ناهد ونقدم لها در على مجهوداتها اللي قدمتها سنين يعني. عشنا مع بعض سنين على الحلوة والمرة، زعلنا من بعض، اتخانقنا كتير، بس في الآخر بنرجع نتصالح. أكتر من نص يومنا كنا بنقضيه سوا، طبعا الكلام ده قبل ما نبتدي نزوغ يعني. طيب تمام. ونحب نقول لمدرسينا إننا مش هننساهم، لأنهم دايما كانوا جنبنا، اللي علمونا الأخلاق والمبادئ قبل ما يعلمونا المنهج الدراسي، اللي علمونا من أول ألف ب لحد عم طه حسين اللي كان قارفنا في الثانوية العامة. أحب أقول لكم اللي أنتوا أديتوا رسالتكم كاملة، وأحب أقول لكم افرحوا عشان أنتوا فعلا خرجتوا جيل عنده أساس قوي يقدر يبني عليه ويوصل لهدفه. كفاية إننا حتى بعد ما اتخرجنا من الكلية بنفضل برضو نيجي للمدرسة ونسلم على مدرسينا، يعني تقريبا إحنا بنروح المدرسة أكتر ما بنروح الكلية يعني. ويعني بيبقى فيه كل طالب بيكون فيه مدرس اللي بيعتبره جزء من أسرته.